سليك نواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي يقويها ده جهاز من الامراض يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان صحة غالية علينا قالوا زمان لو عقلي سليم يبقى في جسمي سليم تلاقيها فالحلو ايه معلومة جديدة ركز واسمع كلمة مفيدة في الحلو ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الشفاء والبركة والأثر. نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ونحن في بداية هذه الحلقة، وكنا قد بدأ حديثا عن تحري الفكر، وقلنا أن اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه فكر وعلم يجب أن يوصله للناس، وكان يفترض أن يقوم أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بتحريك الفكر وتوجيه الفكر في المجتمع. وقلنا نبدأ بنفسنا، وبدأنا بعمل رسائل أسبوعية. الرسالة الأولى كانت أنقذوا الشباب، والرسالة كيف تصبح غنيا، والرسالة الثالثة اللي هي لحظات سعادة لمن يعمل. وحبينا نكمل هذه الرسائل، لكن طبعا لقينا انه في المجتمع قضايا اكبر من القضايا اللي احنا بنثيرها، يعني اكبر من قضايا كيف تصبح غنيا، ازاي توفر لي وظيفة، ازاي توفر لي لقمة العيش، يعني مش عايز ابقى غني بس على الاقل يعني بقى عندي ضرورات الاساسية. ولحظات سعادة يعني في ناس كتير يعني كانت تطلب الكفاف. اتكلم على قضايا مختلفة، وقلنا ان دي حاجات بتجتمع من ضمن ان لا نطلع تقوية التخصص. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا بتكلم على طب، الناس اللي بيشتغلوا في البطنة ما لهمش دعوة باللي بيشتغل في الجراحة، ما لهمش دعوة باللي بيشتغلوا في النساء في الرمد، ما لهمش دعوة بتوع الاسنان، كل واحد لوحده. يوم ما بتوع البطنة بيشكوا في حالة محتاجة جراحة بيبعتوها قسم جراحة بس، يوم ما بتوع بحالة محتاجة أمراض نساء بيبعتوها لقسم النساء. لكن هل يقدر يقعد حد من النساء من بتوع أمراض النساء وحد من بتوع الجراحة وحد من بتوع أمراض البطنة وحد من بتوع الأسنان بيقعدوا مع بعض أزراون كيس في نفس اللحظة؟ أنا مش شفتهاش، لكن لو ده حصل هتحصل معجزة. وهتحصل معجزة ليه؟ هتحصل معجزة لأنه أنا كنت قاعد وربنا سبحانه وتعالى أكرمني وكان معانا تخصصات، كان معانا تخصصات بطنة وكان معانا تخصصات نساء وكان معانا حد بتاع أشعة وكذا، ودخلت عندنا حالات صعبة. هبلكوا أمثلة. حالة صعبة دخلت واحدة ست عندها ألام شديدة في الأطراف وفي جسمها وفي أعصابها فظيعة، يدوها مسكنات مش نافعة، يدوها جابتن، يدوها مش عارف إيه، المهم بعتوها لأساتذة الأمراض العصبية، أساتذة الأمراض العصبية وتصوير وإمر أي بالمخ وإمر مش عارف إيه، واحد يقول لا دي ممكن تطلع مالتيبل سكلروزس او حاجه اسمها تصلب لويحي سكلروز، تاني يقول لا ادكنها مايزايت. هي لما جت قعدت معانا فيعني النساء سالها هتستعملي انا الحمل؟ ايوه. قال في هرمون؟ قال لها ما هو في هرمون بيبوظ لنا، بيعمل لنا الام شديده وبيعمل لنا اعراض شبيهه بالام اس. طبعا يعني بتاع النساء قاعد بيعقب على كلام الراجل التاني وكذا. طب حلها ايه؟ حلها ان يتشال منها اللولب ده اللي بيطلع هرمونات، ومش عايز اقول لكم اسبوعين ثلاثة ست خفت وما بقاش عندها حاجة. معنى كده ان الاضطراب الهرموني اللي عندها عمل لها مشكلة، ودي بتتعمل لما تيجي تخصصات مختلفة تقعد مع بعض. في التخصصات المختلفة اللي تقعد مع بعض يعني كان عندنا شاب، والشاب ده والده عنده ورشة خراطة، خراطة بيخرط المعادن. وبعدين الشاب ده كله اشتغل في الخراطة، الشاب ده متفوق دخل كلية طب اسنان. لما دخل كلية طب أسنان بقت فيه أجهزة وحاجات بتطلع وتنزل وحاجات لها يد وحاجات مش عارف إيه وحاجات، ففي أجزاء بدأت تبوظ. الحتة الحديد اللي بتبوظ دي البديل بتاعها 2000 جنيه 3000 جنيه، نجيبها من بره نجيبها من جوه نجيبها من توكيل. فبدأ ياخد الحتة الصغيرة دي، الطبيب ده ياخد الحتة الصغيرة دي اللي ب 2000 و3000 و5000 ويعملها في ورشة الخراطة ما تتكلفش 50 جنيه 100 جنيه، وبدأ يركب هذه الأجزاء والأجهزة تشتغل بكفاءة عالية جدا. فطبعا هل سؤال، هل شفت طبيب اسنان بيشتغل خراط؟ طبعا معانا طبيب، والطبيب ده بيحب الميكانيكا، ميكانيكا السيارات جدا، بيموت في السيارات، اي حد بتحصل في عربيته حاجه الدكتور ده جميل جدا بيفك سيارات بيعملها بيضب له الموتور في ثانيه، طبيب. هل طبيب ميكانيكي؟ اه موجود، شفت عيني
مش عايز اقول لك طبيب كهربائي بيشتغل في اي حته في الكهرباء استاذ والتخصصات، مش عارف واحد يعمل كل حاجه، لكن على الاقل يبقى عنده فكره عن حاجه، فكره حاجة في الطب، في الهندسه، في العلوم، في الرياضه، في كذا في كذا. طب الكلام ده لازمته ايه؟ الكلام ده لازمته ان احنا عندنا ممكن نخلق تخصصات ونشغلها، وده لصالح شبابنا. للاسف الشديد، للاسف الشديد عندنا شباب كتير داخل كليات حقوق واداب و و و و و و وتجاره الاف مؤلفه ملايين بتتخرج كل سنه ما فيش شغل، لان هو ما معهوش مهاره. وكنا زمان بنتكلم على اللغه، مهاره اللغه الكمبيوتر، واللي معاه لغه ومعاه كمبيوتر يسود العالم. طب ما العيال كلها دارسه لغه وكمبيوتر، ما فيش حد مش دارس لغه وكمبيوتر مثلا. وبعدين وبعد ما درسنا لغه وكمبيوتر ما عندوش سكيلز، ما عندوش مهارات. يعني بيتخرج من الطب يقول لك لازم تتعلم مناظير، لازم تتعلم اجهزه حديثه، لازم تخش جراحه، لازم تتعلم سونار كويس، لازم تتعلم تعمل قسطره، لازم يعني انت طب بقيه المهارات، او انك انت باحث متجدد فكل يوم عندك علم جديد. لو ما عندكش علم جديد مش هتعرف تخدم المرضى. العلم يوم بيتجدد وبسرعه، وكل يوم بتنزل فحوصات جديده وطرق جديده للتحاليل وللفحص، وبتنزل علاجات جديده اليوم. لو انت مش مواكب لده تضيع. اتكلم في قضيه التخصصات المختلفه وكيف كان يقول لما يجتمع ويفكر مع واحد بيفكر، انا اقول لك فكره وانت تقول لي فكره، تتولد فكره ثالثه. في ناس كتير جدا وباحثين وعلماء للاسف الشديد لما بيقعدوا مع بعض ما حدش بيقول للتاني هو عنده ايه ولا بيعمل ايه. ووصل بنا الحال في بعض المراكز البحثيه انه استاذ بيكلمني بيقول لي احنا المركز البحثي بتاعنا، المركز البحثي بتاعنا فيه 11,000 واحد معاهم دكتوراه، هما كانوا 10,000 من شهرين ثلاثة، 11,000 واحد، 6-7 منحوا والأربعة خمسة في الطريق، 11,000 دكتوراه اللي شغالين في المركز فعلا حوالي 1000. قلت له فين بقية ال 11,000؟ فين ال 10,000؟ اللي مسافر بره واللي قاعد في بيتهم. قال لي لدرجة إن في أساتذة بيحضروا القسم مرة في الشهر، بيحضروا ساعة كل شهر. الأستاذ بيروح ساعة كل شهر وبيقبض 12,000 جنيه في الشهر. موجودين في مراكز بحثية كتير. جالي ناس من كل المحافظات والله العظيم، من كل المحافظات شغالين في مراكز بحثية بيروحوا مرة في الشهر. ومحدش بيقول لحد أنت بتعمل إيه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إحنا مش مطلوب مننا حاجة. طب ندرس في الجامعة، مش هندرس. طب نحول المراكز البحثيه الى كليات، مش عاوزين. انت هتجيب لنا وجع القلب ليه؟ لسه هنحضر ماده علميه وندرس للطلبه ونجيب ونكتب نصحها؟ لا لا، وليه؟ انا خدت استاذ ونام 30 سنه، 30 40 سنه الاستاذ ما حدش قال له صلى على النبي. انا قعدت مع واحد واخد دكتوراه من سنه 80 حتى هذه اللحظه ما عملش حاجه. تخيل واحد بقى له 36 سنه ما قدمش بيبر وبياخد المرتب بتاعه على داير ماليه، ما حدش بيقول انت بتعمل ايه. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. فاذا يعني لو انا اقول لكم انه ايه اللي ضيع الناس، علماء الامه. عندنا كم مركز بحثي وعندنا كم الف واحد معاهم ماجستير ودكتوراه مكبرين دماغهم. طب نحول المراكز البحثيه للكليات ليه؟ جيب لنا وجع القلب. كفايه بتوع الجامعه بيتعبوا ويعملوا مقررات ويروحوا محاضرات ويصححوا، وبعدين احنا في الاخر بناخد مرتب اكتر منهم. يعني الناس بتوع المراكز البحثيه بياخدوا اكتر من بتوع الجامعه ولا بيعملوش حاجه. نوجع نفسنا ليه ونجيب نفسنا وجع القلب؟ فطبعا قضيه التخصصات دي احنا ضيعنا امه ضاعت. يعني الناس اللي بتتفرج على الحلقات بتاعتي، حلقات تبسيط الطب كل يوم 9 الا ربع صباحا، 9 الا ربع مساء، وروضه القران بعدها على طول، يعني 9 الا 10 صباحا، 9 الا 10 مساء يوميا على هذه القناه. كنا بنتكلم على الناس اللي بتضيف. ربنا رزقك علم، عملت ايه بالعلم ده؟ طب ما فيش حد بيحاسبني، ما حدش من المسؤولين بيقول انت بتعمل ايه؟ وانا خلاص خدت استاذ. ولما حد عندنا بياخد استاذ بيبقى درجه وزير، فاستاذ درجه وزير ما حدش بيقول انت بتعمل ايه. فهل هنفضل على كده على طول؟ يعني اليس منا رجل رشيد؟ واذا كان هذا حال علماء الامه، يا علماء الامه يا ملح البلد، ما يصلح الملح اذا الملح فسد. اذا كان عندي في مركز واحد 10,000 واحد ما بيشتغلوش، ده مركز واحد. احنا عندنا كام مركز؟ مش عايز اقول لك 20 30 مركز بحثي. طب عندنا كام كلية؟ ده وصل عدد الأساتذة في الكلية، كلية الطب مثلا، إلى عدد الطلبة، عدد الطلبة 9,000، وعدد المسجلين من نواب
ومدرسين مساعدين ومدرسين واساتذه الى 9000 عندنا لكل طالب عضو هيئه تدريس، لكل طالب في كليه الطب عضو هيئه تدريس. شوف العدد قد ايه بيشتغلوا دول، لو بيشتغلوا ما كانش في دروس خصوصيه، انما واحد بيشتغل و10 لا، ومحدش بيقول له، للي بيشتغل بيقول اللي انت عاوز تشتغل روح اشتغل، مش عاوز تشتغل ده استاذ، حد يقدر يقول له استاذ حاجه؟ حد يقدر يقول له استاذ حاجه؟ ده اله. فطبعا يعني بنتكلم على قضية التخصصات المختلفة، ويعني قبل ما نتكلم على قضية تخصصات مختلفة أنا الحقيقة كنت بتكلم على قضية السكريات البسيطة. السكريات البسيطة يمكن احنا البامية الحية مركبات بسيطة خالص، والمركبات البسيطة دي ممكن تخش في دورة اسمها دورة لإنتاج الطاقة. كان كل همنا واحنا طلبة في الكلية ازاي نحسب مركبات الطاقة اللي طالعة، كام ان دي اتش وكام اي تي بي وكام اي دي بي، ونقعد نحسب حسابات وبس. الدوره دي فيها ايه؟ المركبات دي بتشتغل ازاي؟ طب ايه اللي بيحصل؟ احنا الراجل كريبس خد في الدوره دي جائزه نوبل، واحنا كطلبه، طلبه في علوم، طلبه في زراعه، طلبه في صيدله، طلبه بيدرسوا كده، او دوره كريبس وظيفتهم حساب مركبات الطاقه اللي شكرا. دوره كريبس دي بتعمل ايه وممكن في النص ولا لا؟ مش وظيفتنا. دلوقتي معانا افلام، هنشوف كده الافلام اللي معانا بتتكلم شوية عن يعني ايه دور الكريبس ويعني ايه انتاج الطاقة. يا ترى الافلام جاهزة؟ بص كده الفيلم اللي قدامك ده، فيلم بيكلمنا على انتاج مركبات الطاقة. انتاج مركبات الطاقة المفروض انها بتتم في الخلية، وبالتحديد في جزء من الخلية اسمه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي اللي هي فيها ارفف كده، المفروض بيتم فيها انتاج الطاقة. يعني انتاج طاقة يعني بيبقى عندنا جلوكوز سكر يعني، وعندنا طبعا بيدخل الجلوكوز الخليه هو الانسولين، وعندنا اكسجين بيتحد الاكسجين مع الجلوكوز بتنتج مركبات طاقه. مركبات الطاقه ديت المفروض انها بتخزن، يعني ايه تخزن؟ اي دي بي واي تي بي وان اي دي اتش وكله مركبات طاقه بتخزن. طب يعني ايه بتخزن وتخزن فين؟ طبعا المفروض احنا بناكل، الاكل بتاعنا ده كله يتحول الى طاقه مخزنه. مخزنة بنخزن في الكبد، بنخزن في الخلايا. ليه؟ علشان لما اقوم اعمل نشاط، اعمل كذا، اعمل اتنفس، اقوم امشي، استهلك من مركبات الطاقة بتاعتي. امتى اقعد واحس بالاجهاد؟ لما مركبات الطاقة بتاعتي تخلص. لما مركبات الطاقة بتاعتي تخلص. طبعا الكلام ده مش بالبساطة دي، الكلام ده بيدرس في دورة عبارة عن مواد. الاول ما بيدور الجسم بيدور على السكريات، لو لقى سكريات ومواد كربوهيدراتيه خير وبركه، ما لقاش سكريات ومواد كربوهيدراتيه يعمل ايه؟ يروح جايب دهون، يدوب دهون، يدوب دهون ليه؟ يحول الدهون الى سكر. اذا اول ما بيدور الجسم بيدور على الاكل اللي نازل، مفيش اكل يدور على الدهون المخزنه، مفيش دهون مخزنه يروح مسيح العضلات اللحم. يعني عشان كده الانسان بيبتدي يخس، يسيح العضلات ويسيح اللحم. طب اللحم خلص يبتدي ياخد من العظم. طبعا مركبات الطاقة دي موضوع هايل، بس احنا ما خدناش بالنا يعني ايه سكريات، يعني ايه سكر جلوكوز. لما ينشطر الى نصين بيدينا سكريات ثلاثية، جلوكوز ده سكر سداسي، لما ينقسم الى اتنين يدينا سكر ثلاثي زي عائلة الجليسرول او الجليسرين، وبعدين يتكسر كمان يدي استايلكو ايه زي حامض الاسيتيك اللي هي سي 2، وبعدين يطلع منه كل ما نكسر روابط تطلع طاقه، كسر روابط تطلع طاقه، كسر روابط تطلع طاقه، كل ما كسر سكر تطلع طاقه. طيب مش ممكن نجمع السكريات الثلاثيه دي زي الجليسرول او زي ما احنا بنشتغل دلوقتي على حاجه اسمها العربي الجم او الصمغ العربي، فالصمغ العربي يقوم يديني كل جزئين من الصمغ العربي مثلا يدوني سكر مثلا، ما عندنا دي ارابينوز مثلا. طيب يا ترى السكريات الأحادية دي والأكل ده، نبص على الفيلم التاني كده نشوف الأكل جاي ازاي. بص على الفيلم التاني، الفيلم التاني بيورينا ببساطة شديدة جدا احنا لما بناكل بيحصل ايه. لازم اعرف ان انا لما باجي اكل الأكل ده بيدخل الى الأمعاء، ولما يدخل الى الأمعاء يتهضم. وطبعا انا دايما اقول للناس خلي بالك صحة قلبك وصحة أمعائك بين أسنانك. يعني ايه بين أسنانك؟ يعني خلي بالك من سنانك، امضغ الاكل كويس يمتص كويس. لما يجي الاكل يمتص، شايف؟ هتيجي تمتص
لما تمتص الجزيئات الزرقاء دي المفروض انها تمتص وتخش على تيار الدم. خلاص الجزيئات دي يا ترى هتخش على تيار الدم كده هو، يبقى انا باكل كل اللي باكله يخش على الدم وسكر كراتي على طول يفرز لها انسولين. طب يفرز لها انسولين ليه؟ علشان الانسولين هياخد مركبات السكر دي ويدخل بيها على الايه الخلايا. طيب كل ما باكل سكريات اكتر بتديني مواد زي ما انت شايفها كده اكتر، المواد دي بقى بعد تتحرق، ولما تتحرق يطلع منها مركبات بدا السكر الكبير ده يتكسر الى جزيئات، وكل ما يتكسر وروابط تتفك يديني طاقه، كل ما يكسر يديني طاقه. الطاقه دي بتخزن في مركبات اسمها الاي تي بي والاي دي بي. وطبعا احنا عارفين احنا امتى بنستهلك هذه المركبات. المركبات دي بتتخزن عندنا، بنستهلكها فين؟ في الحركه، في المشي، في التنفس، في حتى مجرد ما تاخد نفس طلعه لازم مركبات طاقه. طيب مركبات كل ما انا باكل بيخش مركبات وبعدين تخش اللي احنا شايفينها الارفو بتدي على الميتوكوندريا، ويمكن انا قلت لكم على الميتوكوندريا دي في الفيلم اللي فات اللي هي مكان الطاقه او المطبخ بتاع الخليه. كل خليه ربنا تبارك وتعالى يعني عملها يعني فيها كل الاشياء الضروريه للحياه. المركبات الطاقه زي ما بقول لحضراتكم عندنا مركبات منها ما هو ثنائي زي الاي تي بي اي دي بي ثلاثي طاقه، مركبات تانية كتير جدا زي بنشوف في الاخر كو اي. ايه الكو اي ده؟ الكو اي ده الاستايل كو اي الاستايل كو اي ده المفتاح بتاعنا اللي المفروض البروتينات كان الاستايل كو اي ده يعني هو المفتاح بتاعنا. لو سمعنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام نعم الادام الخل، طبعا الخل ده او الاسيتيك اسيد بيتحول الى استايل كو اي، سواء بقى بالاتحاد لو اتحد منه اجزاء هيدي حاجات زي بقول عليها دي، او اذا كان السكر بيتكسر. دي دوره كريبس تاني بيوري لك ازاي المركبات جوه الجسم لما بيكون سكر بيتكسر السكر سداسي الكربون بيتكسر الى الاول الى رباعي الى ثلاثي الى ثنائي بينتهي في الاخر الى استايل كو اي اللي هو كربون ثنائي. الكلام دون يفرق مع الناس ايه؟ يفرق مع الناس ان انت كلت سكريات مهما كلت المفروض انها بتتحول لمركبات طاقه. طيب انا عملت مركبات طاقه الزياده هتروح فين؟ الزياده تتحول لدهن. طب الدهن هتحول فين مهما كلت ما بتقولش لدهن؟ يعني عندنا في كده في ناس بتاكل كتير جدا وما بتتخنش. اللي بياكل كتير وما بيتخنش ده عباره عن ايه؟ اما عنده سكر بياكل كتير وما بيش، اما عنده بياكل بقى عنده فاضي. لكن لو هو طبيعي يبقى الاكل الزياده عن دهن. ده بقى مش الدهن ده انا بستهلكه يوم ما بلاقيش عندي سكريات، يوم الناس تصوم في رمضان مثلا او صامت في اي وقت بسم الله مصدر طعام ما لقاش طعام دور على الدهون يسيح الدهن يطلع منه سكر، ما لقاش دهون العضلات ويطلع منها سكر، عشان الناس اللي ما بتاكلش بتخس. مهم جدا بس ايه المركبات انت ممكن تستعملها فتدي لك طاقه اعلى، وممكن بعض المركبات ما تديش. لو واحد عنده نقص في السكر مثلا، لو واحد عنده نقص في السكر سهل جدا انا اديله اي مصدر سكر. طب لو هو عنده مشكله في البق اقدر اعلق له محاليل. طيب لو هو مش عنده مشكله في السكر، ده في ناس بيبقى سكرها عالي، يا ترى اللي سكره عالي ده سكره عالي لان هو مش بياكل، ولا ممكن ما عنده سكر عالي في الدم وما عندوش انسولين يدخل السكر ده للخلايا؟ طب يا ترى هي الازمه عنده ان عنده نقص في الانسولين، ولا عنده نقص في المستقبلات اللي تاخد الانسولين؟ هيتعمل له بقى سي بيبتايد وايه وحاجات تانيه كتير. الكلام المهم دون مفروض نعرفه لسبب، لان اللي بيعرف جزء من دوره ممكن يعالج الناس. بمعنى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هداني الى مركب اسمه الارابيك جام او الصمغ العربي. سكر من انواع السكريات الموجوده. لو شفت الجليسرين او الجليسرول احنا بنعالج بيه خلايا ازاي؟ طلع ان هو بيساعد الخلايا على اللحام، والارابيك جام بيساعد الخلايا على اللحام، يعني يعمل ترميم للتشو. الكلام ده يفيدنا بايه برضو؟ هقول لك. واحد جه سالني وقال لي يا دكتور حضرتك بتقول ان الكلى لها علاج، حضرتك لوحدك كده في العالم
طب بقيه الدكاتره كلها بتقول ان الكلى ما دام تليفت او حصل عليها ديبوزيتس او رواسب مناعيه، ها، وكل ما ناخد عينه من الكلى يقول لك فوكال جلوميرولونفرايتس. طيب الدكاتره كلها بتقول ان خلاص الخلايا ما دام ضمرت ولا بقت بوستك ولا فيها حاجه ما لهاش علاج. طب ايه العلاج؟ اما الغسيل واما زرع كلى واما المريض هيموت. حضرتك بتقول ان الخلايا بتتجدد ليه؟ الكلام ده كلام علمي ولا ملوش علم؟ هقول لك انا، لو انا شغال باحث من سنه مثلا 82 لغايه 2016، بقى لي 34 سنه بعمل ابحاث، فطبعا قريت كتير جدا وعملت ابحاث كتيره جدا، فلقيت ان انا ممكن اجدد الخلايا بطريقتين. خلي بالك من الكلام ده. الطريقه الاولانيه ان اجدد الخليه جوه النسيج جوه الجسم، اجدد خلايا الكبد جوه الكبد وهو في جسمك، واجدد خلايا الكلى وهي جوه، واجدد خلايا القلب وهي، واجدد خلايا الرئه وهي جوه. الحمد لله نجحت. خلاص، يبقى الطريقه الاولى ان احنا نجدد الخلايا وهي في مكانها، والطريقه الثانيه ان احنا ناخد خلايا من خلايا الجسم سواء خلايا العظم او حتى نعملها من خلايا الدم، دلوقتي بتتعمل ستيم سيلز او خلايا جذعيه، ناخد خلايا نشطه، خلايا نشطه جنينيه، وناخدها من العظم او ناخدها من الدم ونعمل لها ايرفيجيشن او كده، ونعمل لها اكثار، نكترها الى ملايين الخلايا النشطه، وبعد ما نكترها بره الجسم نكبر الخلايا بره الجسم نحقنها تاني. يبقى خلايا الكلى هتتحقن في كلى، وخلايا الكبد تتحقن في كبد، وخلايا البنكرياس تتحقن في بنكرياس، وخلايا القلب. يعني انا شفت زميل عامل ماجستير في الستيم سيلز في الخلايا الجذعيه وعلاج الاوعيه المسدوده في القلب، بيجي بالقسطره ويزرعها بدل القسطره والدعامه، بتعمل ترميم للاوعيه والاوعيه القلبيه ما بتتسدش تاني، بدل ما نعمل باي باس ونقطع نكسر الضلوع ونقطع السافينس فين ونقطع الدنيا ونعمل عمليه قلب مفتوح كبيره، بنجيب قسطره ونحقن ستيم سيلز. طبعا الناس ما بتحبش الابحاث الجديده، تقول لك لسه يا عم على بال ما يثبت، حلني بقى 20 30 سنه نكون قطعنا المرضى كلها وكسرنا ضلوعها. فلما ربنا سبحانه وتعالى وفقني، انت دلوقتي ممكن تجدد الانسجه وتعيد تكوين الخلايا بطريقتين، يا اما تشوف المواد اللي بتعمل ريجنريشن وتجدد الخلايا جوه الجسم، يا اما ناخد من الجسم ونجدكرها وندخله تاني فتعيد البناء بسرعه. انا شفت ناس مثلا كانت شغاله على الخلايا الجذعيه في الكلى، وناس ما بتتبولش بقى لها 10 سنين، ومجرد ما خدوا منها خلايا من العظم وكتروها الى ملايين الخلايا وبعدين ادوها له حقنه تاني، الراجل بيقول انا خدت الحقنه الصبح بالليل جبت بول، واحد بقى له 10 سنين ما بيتبولش. اذا في تجارب نجحت، في تجارب نجحت، بس هي ما نجحتش للناس كلها، لان لو نجحت للناس كلها ما كان اي واحد عنده فشل كلى يروح ياخد خلايا جذعيه خلاص خف. بس هي المساله مش بالبساطه دي، المساله بيخش فيها عوامل كتير. العوامل اللي انا قلت عليها اللي هي المنظومه العلاجيه، يعني ايه منظومه؟ المنظومة العلاجية زي ما انا قلت زمان يا جماعة، العلاج ليس دواء فقط. كل اللي جاي لك مش عاوز يعرف ايه اللي عنده، انا عايز اخف. العلاج ليس دواء فقط، انما العلاج تفاؤل، العلاج نوم بالليل جزء من المنظومة، العلاج نظام غذائي صحي. في اغلبنا مش عاوز ياكل صح، عاوزين ناكل غلط، عاوزين ناكل سوسيس وبرجر وناجتس وحاجات مجمدات ولانشون وباستيرما وبرجر، وكل ده ثبت انه بيعمل سرطانات. في ناس ما بتحبش تاكل غير الاكل بتاع السرطان. وقلت المنظومه العلاجيه ان انت تعمل اخراج صح، لازم تتاكد انك بتتبرز كل يوم. مستحيل واحد يبقى عنده امساك بيعمل براز كل اسبوع يخف، مستحيل. زي مستحيل واحد بيسهر طول الليل يخف، مستحيل. عاوز تخف لازم تنام بالليل، مستحيل ان انا انام تحت مروحه وعايز اخف، مستحيل. فاذا في ناس كتير جدا بتعمل حاجات غلط وعاوزه تخف ما بتخفش. لما انا بكتب لواحد دواء ويرجع لي بعد شهر زي ما هو ما بيخفش، اعرف ان هو نايم تحت مروحه وبيشرب حاجات ساقعه وبياكل لحوم مجمده وما بينامش بالليل وبيعمل كل الاخطاء وبياكل لحوم مجمده. انت ايه؟ كل ما اقول لك على حاجه غلط تعملها وعايز تخف؟ العلاج ليس دواء فقط. عشان كده بقول ان في المنظومه العلاجيه، ولا يوجد دواء مدى الحياه، ودايما بنفصل الدواء على قد المريض. الحقيقه انه يعني دايما اقول يا جماعه انه الانسان الحكمه ضالت المؤمن. يعني ايه الحكمه ضالت المؤمن؟ يعني حضرتك
بتدور على الحاجة الصح وتعملها. طبعا لا يوجد دواء مدى الحياة. أنا قعدت أقول الكلام ده مش عايز أقولك من سنة 90، يعني بقالي حوالي مثلا حوالي 26 سنة، يعني بقول يا جماعة لا يوجد دواء مدى الحياة. يعني يعني دواء الغدة بيتغير، ودواء الضغط بيتغير حسب الضغط، ودواء السكر بيتغير حسب السكر، ودواء الصرع بيتغير حسب البؤر الصرعية. كل ست ولا كل سنة بعمل رسم. يا جماعة لا يوجد دواء مدى الحياة. الحمد دلوقتي بقت في مرض في العالم كله، ونزل لنا دلوقتي نشرات بتفصيل الدواء. لا يوجد دواء مدى الحياة. مفيش حاجة اسمها انا حمى روماتيزمية باخد مضاد حيوي وبقالي 25 سنة، ما يرضيش ربنا. منظمة الصحة العالمية انا قال الكلام ده، المضاد الحيوي بيضعف الجسم، بيضعف المناعة، بيعمل لنا ريزيستنت سينز، بيعمل سلالات عنيدة من الميكروبات. يعني فاذا الدواء يتغير. لا يوجد دواء مدى الحياة. طبعا كنا عايزين نعمل حملة اسمها معا ضد السرطان، ومعا ضد السرطان دي انها حملة جديدة هيشارك معانا فيها كل التخصصات، مش شرط طبيب بقى، يعني ممكن اطباء، ناس من الاعلام، ناس من الصيادلة، ناس من رجال اعمال، معا ضد السرطان. لانه انا مبني مستشفيات سرطان كتير، وابقى فرحان عندنا كل يوم نبني 100 سرير سرطان، هاتولنا بس سرطان وتعالوا. طب ما بدل ما اعمل كده ما انا اقلل سرطان. اذا انا قفلت مصنع للسرطان ما انا قللته. يا جماعة عايزين نشغل مخنا عليكم، يعني عليكم عايزين نشغل مخنا، يعني انا عندي مصنع بيطلع سرطان. طب ما الناس عارفة الكلام ده، ها؟ يعني مصنع تدخين وسجاير، زي واحد جاي لي غريب جدا، حاجة غريبة بقى. بص الشط بقول له انت بتدخن؟ قال لي الحمد لله بطلت دخان. قلت له الحمد لله. قال لي لا بس انا بشرب شيشة. فانا قلت له الحمد لله بطلت دخان، بقاله 20-30 سنة بيدخن. طب بطل دخان ليه؟ بتخاف من ربنا؟ قال لي لا انا كنت بشرب علبتين 50 جنيه في اليوم، دلوقتي بجيب حجر الشيشة ها ابو 10 جنيه بيكفيني 5 ايام. يعني انا بدخن شيشة ب2 جنيه انما علب السجاير ب25 جنيه. قلت له بس الشيشة بيجيب سرطان اسرع، ده السجاير فيها فلتر بيشيل شوية دخان ونيكوتين ومواد سامة. فتخيل، تخيل الابلسة، يعني الرئة تبوظ بسرعة والكلى تبوظ بسرعة، لان اكتر حاجة بتبوظ الكلى وتعمل فشل كلوي على الاطلاق التدخين. يعني التدخين بيعمل لي سرطانات وبيعمل لي فشل كلوي وبيسد لي عضلة القلب، مش كده؟ وبعدين يقول لك اصل السجاير غليت احنا بنشرب جوزة. بص انا بقوله انت خايف من ربنا؟ لا مش خايف من ربنا. طب مش خايف من ربنا ليه؟ مش خايف من ربنا؟ كل واحد يبقى عنده فشل كلوي ولسه بيدخن، طب هتتعالج؟ هتتعالج ازاي حضرتك؟ وايه العند ده؟ مش قادر ابعد عن الدخان، يعني هو الغسيل اللي سهل. وطبعا يعني زي ما بقول للناس، بقول لهم خلي بالكم كلها اسابيع والدوله هتشيل ايدها من الغسيل الكلوي. طبعا كما نشوف الاهرام اول امبارح الجلسه يعني من اول 11 هتبقى ب 500 جنيه ده على نفقه الدوله، فالدوله مش هترفع الدعم. فخلي بالك انه نظرا لغلاء الاسعار، زي ما كل الادويه الناس كانت بتلبت 13 مثلا تلاقي دواء فقط 5 ممكن، فممكن قوي تلاقي الجلسه اللي كانت ب 200 جنيه بقت ب 500-600. تعمل ايه؟ الدوله هتقول لك ما عنديش غير جلستين او جلسه واحده، جلسه واحده على نفقه الدوله والباقي على حسابك لو عايز تزرع او عايز تغسل. واحد بقول له خلي بالك الغسيل هيبقى على حسابك والجلسه ب 500 جنيه تغسل، قال لي بلاها الغسيل في داهيه الغسيل. الله، هو على نفقه الدوله تغسل؟ قال هو ببلاش كتر منه، ده احنا عمالين نقول لك حافظ على قطره الميه، نقطه الميه، تبرع بجنيه، ونيجي على 500 جنيه جلسه وتقول لك بلاها في داهيه ال 500 جنيه في داهيه الجلسه؟ قال هو ابو بلاش؟ انت فرحان بالغسيل ابو بلاش؟ صحتك، صحتك حرام عليك. الدكتور اللي بيحول مريض الى الغسيل بيخسر الدوله 1500 جنيه في الاسبوع، 6000 جنيه في الشهر. شفت الدكتور بيخرب بيتنا ازاي؟ فطبعا قبل ما اشرح البحث بتاعنا اللي هو علاج الفشل الكلوي بمركبات بسيطه، احب اقول لكم بس ان البرنامج بتاعنا ده بيتذاع بكره ان شاء الله الجمعه الساعه 10 صباحا، وبيتعاد تاني يوم الاحد ان شاء الله في 10 صباحا. افضل من هذا البرنامج يوميا برنامج تبسيط الطب، يا رب اجعلني من الصادقين، تبسيط الطب في 9:15 صباحا و9:15 مساء، وبعده مباشره روضه القران، روضة القرآن 9:10 صباحا و9:10 مساء، يا رب اجعلني بقيم. اللي تفوتوا أي حلقة يرجع على الفيسبوك أو اليوتيوب، احنا بقى لنا صفحة على الفيسبوك ولينا قناة على اليوتيوب،
وطبعا في جنرال وفي سبيشال، يعني في عامه وفي للقناه وفي للدكتور جوده شخصيا. الكتاب بتاعنا اللي احنا بنشرح منه كل حلقه ده اسمه رشدات غذائيه، اللي انا بقرا منه ده. كتابنا رشدات غذائيه احنا طبعنا 12 طبعا، ان شاء الله بنجهز طبعه 13. عاوزين نوصل منه الى المكتبات، مكتبات المدارس والكليات الجامعيه، عايزين ندي لكل مكتبه 10 نسخ، بس بشرط تجيب لنا جواب مختوم بختم النسر، وباكد ختم النسر عشان ختم العادي لا. هندي 10 نسخ هدايا، 10 نسخ هدايا لمكتبات المدارس، وبشرط تجيب لي جواب مختوم. طبعا بالنسبه لتبسيط الطب احنا شهر ربح وليل 9 الا ربع مساء حلقات القلب، ان شاء الله شهر حلقات القلب، ان شاء الله باذن شهر 12 هنتكلم على حلقات الكبد والجهاز الهضمي. كنا بنتكلم طبعا زي ما بقول لحضراتكم على بحث الكلى، وليه احنا عملنا بحث ليه. لما انا قلت على بحث الكلى قلت الفشل الكلوي عن طريق التغذيه على بعض المواد الطبيعيه، استغرق الوقت من 2000 في كل وزيرها بسبب المحافظه والشيبسي والكولا والشوكولاته واللحوم المجمده والتدخين، وتين اهم سبب للفشل الكلوي، وزادت نسبه الفشل الكلوي بين الاطفال، ولا يوجد حل طبي للفشل الكلوي الا نقل الكلى او زرع الكلى والموت. فدي الحلول الموجوده، اما الغسيل الكلوي واما الكلى. لذلك وجب التفكير في اشياء بديله. فكرنا في الخلايا الجذعيه، وفكرنا في تجديد خلايا الكلى وهي في مكان. على مدى 10 سنوات احنا بلغت نسبه عدد الوفيات في مصر من الفشل الكلوي وحده اللي هو بيموتوا على مكن الغسيل 60,000. 60,000 يموتون على مكن الغسيل سنويا، 60,000 بيموتوا على مكن الغسيل كل سنه، اللي دمه بيتجلط لترين ضاع على المكنه، واللي بيجي له شد عضل لغايه ما يموت، واللي دمه بيفرفط. يعني كارثه النقل الكلى دخل فيها سماسرة ليرفعوا تكلفه نقل الكلى الى حوالي نص مليون جنيه للمريض الواحد. نسبه نجاح زرع الكلى بتتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات، يحتاج بعدها المريض الى كليه جديد. يعني زرع الكلى مش الحل، انا هقطع كلى من ده هزرعها في الحوض، وزرع الكلى الجديده في الحوض مش في الظهر. ما بنشيلش كليه ونحط بدلها، لا، بنزرع الكلى الجديده في الحوض ونخلي الكلى القديمه زي ما هي. عشان كده انا جالي مرضى زرعوا 3 مرات، يزرع في البطن سنتين ثلاثه يرميها، وبعدين يزرع تاني، وبعد سنتين ثلاثه يرميها، وبعد سنتين ثلاثه يزرع تالت. والله العظيم جالي مرضى زرعوا 3 مرات وفشلت، والاخر بنشغل الكلى الاصليه بتاعت ربنا. هل معقول الكلى اللي فشلت ودمرت تشتغل؟ لو واحده عندها 20 30 سنه وبترضعش، وبعد 10 سنين اتجوزت وحملت، مش الثدي هيرضع ولا مات خلاص؟ يعني ممكن يشتغلش 10 سنين وبعدين يشتغل؟ ممكن. طب لو واحد مسافر ولا مريض ولا كذا وما عندوش انتصاب 10 سنين ما عندوش انتصاب، هل ممكن يتجوز وممكن ينتصب؟ طبعا، بس لو ربنا رزقه زوجه محبه للحياه مش كئيبه مثلا، فممكن يشتغل او ممكن يشتغل. لازم يركب له عضو وجهاز وحاجات مش عارف ايه ونحيه ونبقى ولا حاجه، يشتغل يشتغل. برضو الريجنريشن عندنا العضو الذي يستعمل يقوى، عشان كده بنحاول نشغل الكلى بالتدريج. ايه يعني ايه بنشغل الكلى بالتدريج؟ يعني بنحاول مع الناس نديها حاجات تجدد الكلى زي الصمغ العربي، زي الخل والعسل كميه قليله، يعني معلقه ومعلقه مثلا، زي نص معلقه صمغ الصبح وبالليل، زي مثلا انا بقول فيديوهات كتير، ارجع الحلقات بتاعتي بتاعت الكلى، مش عايز اقول لك اكتر من 800 حلقه. انا هنا في القناه دي من 1/1/2008، يعني بقى لنا 9 سنين، 9 سنين بنتكلم في علاج الكلى. فطبعا الناس اللي جربت يعني بدات تخف. في معانا فيديو كده دقيقتين ممكن ناخده ولا صعب؟ في معانا فيديو دقيقتين ناخده ولا صعب؟ طيب اتفضل، ربنا يخليك. تابعت مع الراجل تابعت مع الدكاتره دي معايا حوالي سنتين او 3 سنين، وكانت برضه ما زالت في التعب. اروح عنده يكتب لي على 500 ب 400 ب 600 كده، واجيبه ويقول لي كل شهر تجيبه، اعمل تحليل ورقي برضه. سنتين؟ ايوه سنتين. طب هو صاحبي دكتور في المدرسه فتره برضه مش تحسن. خلاص الحمد لله عملنا عمليه وشلنا الغوط، بس المشكله في الكلى الشمالية اللي تحت. ايوه اللي التحاليل من سنتين. ايوه التحاليل طبعا قال لي لا ده انت برضه عندك كانت واصله لحوالي 5.5 كده تقريبا، وصيف كده كانت واصله لحوالي 5.5. قال لي لا دي كده لا،
وبعدين قال له بعدين مش عارف اللي جاي ان شاء الله الامل العشر في ربنا الاول ونفير خلايا طبعا. وانا حسيت تحسن، انا اول كنت تعبان تعبان تعبان. ايه اللي حسيت بتحسن فيه؟ يعني حسيت ان انا اتحرك، صدقت ان انا امشي، صدقت ان انا اروح مشاوير، اقدم مشاوير، اروح شغلي. ده من غير العلاجات الاعشاب. ايه بقى؟ اللي هو العسل والخل والسمح والخروب واللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. والثاني انا تاخدهم كل قد ايه؟ يعني باخد صبح وبالليل. صبح وبالليل مواظب على كده، مفيش يوم بتقطع؟ لا مفيش يوم. احنا بنتكلم في 5.5 كرياتينين، بقينا كام دلوقتي؟ بقينا النهارده تقريبا 3 باين 3 ثلاثة بين أو ثلاثة أقول لك. أنا بعمل كل حاجة. الحمد لله. كل حاجة. ده بفضل الله. الحمد لله. شكر ربنا الأول. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله فده فضل ربنا. الحمد لله. ونعمة. ربنا يجعل الشباب. يا رب. لكل المرضى وربنا إن شاء الله يجازي خير. يعني عاوز يعني دي أمانة رب العالمين. بإذن الله. لا طلعني على كل كنارة. بإذن الله. عشان أشكر الدكتور جودة ليه كثير الشكر. ربنا يكرمك. وأنا بقول لك أنا يعني مواطن بسيط. بس الحمد لله فضل ربنا الاول. طبعا مش عايز اقول لكم ان احنا معانا مرضى كتير جدا مسجلين معاها. احنا طبعا جمعنا حوالي 4000 مريض. مش عايز اقول لكم انا مسجل مع حوالي 200 واحد. انا مش عايز بس يعني املى الحلقه كلها تسجيلات، لكن في ناس بتلح كل ما تيجي يا جماعه انا سجلت معاكم وروني انا قلت ايه، لكن والذي لا اله غيره ما نبغي الا الخير ولا نحب الا الخير. نفسي كل الناس تبطل غسيل، نفسي الناس ترجع لشغلها، نفسي المرضى ترجع لهم صحتهم تاني وقويتهم تاني، نفسي نرجع تاني نشتغل. يعني من لا يعمل لا ياكل. انا هقول لكم على حاجه مهمه جدا، من لا يعمل لا ياكل. اشتغل وعلم ولادك تشتغل، اشتغل وعلم ولادك تشتغل، ولو اخر نفس في عمرك لازم تشتغل. اوعى تعتمد على الشحاته، واوعى تعتمد على تبرعوا تبرعوا، واوعى تعتمد على حد يجيب لك، اعتمد على الله ثم على نفسك. في النهاية إن كنت قد أحسنت فبفضل الله ورحمته، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون، وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تسامحوا. شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال زمان لو عقل سليم يبقى في جسم سليم تلاقيها، فالحلو إيه معلومة جديدة، ركز واسمع كلمة مفيدة، في الحلو إيه